أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إذ نناقش في هذه التغطية مشاهدينا الكرام توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية البرية وقصفه العنيف المتواصل وقطعه للإنترنت والاتصالات وجميع الخدمات، في حين تخوض كتائب القسام اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة للتوغل أو للتصدي إلى توغل الاحتلال البري. في هذه التغطية معنا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك دكتور عبد الحميد. السلام عليكم وبركاته. وأيضا عبر سكايب من اسطنبول كل من الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد القادر نعنع. دكتور عبد القادر مرحبا بك، حياكم الله. وأيضا الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو، مرحبا بك أستاذ يوسف. أبدأ معك أستاذ عبد القادر نعنع الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ عبد القادر، كتاب القسام تعلن أنها توغلت في أو قصفت آليات العدو المغلة في بيت لاهيا، كيف تصف لنا المشهد في الساعات الأخيرة؟ إسرائيل مصرة على موضوع التوغل البري لأنه المخرج الوحيد لها من الأزمة التي وقع بها، لكن إلى الآن هي غير قادرة على شن هذا الهجوم. كلما حاولت شن هذا الهجوم تتواجه بصد من حماس كبير جدا، لذلك التصعيد مستمر على مستوى القصف. يعني شهدنا ما سمي بقواعد حماة أو تدمير كامل للبنى التحتية في غزة، إزالة أحياء كاملة في محاولة لإيجاد مخرج آخر قبل الغزو البري. إلى الآن يبدو أن هناك محاولات لإيجاد آلية أخرى أو سياسات أخرى غير الغزو البري، لكن المشكلة أن المشروع الإسرائيلي أو المشروع الإسرائيلي الذي تدعمه الولايات المتحدة قائم على فكرة اجتثاث حماس نهائياً من الإقليم أو من قطاع غزة. هذا يعني حتمية المواجهة البرية. إلى الآن لا يبدو أن هناك إمكانية للهجوم البري، وإلا سيكون هناك ربما تفجر إقليمي أوسع. ابقى معي لو سمحت أستاذ عبد القادر نعنع، سأعود إليكم مرة أخرى. دكتور عبد القادر نعنع، العودة إليكم مرة أخرى، كيف تنظر وتصف الموقف العربي، يعني الموقف الرسمي العربي، هل ترى فيه أي تحول، وخاصة أن الأمور باتت مع الاعتداء والقتل المستمر على قطاع غزة والقصف الذي تعدى الحدود باتت ضمنيا مهددة أيضا هذه الدول؟ حسنا، الموقف العربي عموما لا يخرج عن النمط العام الذي شهدناه في العقدين الماضيين أو في العقود الثلاثة الماضية. يعني الموضوع العدوان الإسرائيلي على غزة تحديدا هو أمر متكرر، أو المواجهة بين حماس وإسرائيل أمر متكرر، ربما الآن هو الأكثر إجراما. لذلك يمكن توصيف الموقف العربي جزء منه غير قادر على اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض، إما لقيود الجغرافيا وإما لقيود العسكرية أو نتيجة علاقاته بالولايات المتحدة، أو لأنه يدرك أنه غير بالأساس منفرد في الساحة. لكن هناك ثقل عربي إلى الآن هو خارج المعادلة أو يتصرف وكأنه غير معني. السبب الأساسي وراء ذلك هو وجود إيران في المعادلة، في معادلة المقاومة الفلسطينية حماس، وبالتالي هذا الطرف العربي لديه إحساس أن ما يجري الآن هو نوع من أنواع المعارك التي تقودها إيران في المنطقة لتوسيع النفوذ. لذلك هذا الطرف العربي، ونتحدث تحديدا عن الخليجي، يحاول أن يكون بعيدا عن المشهد حتى الآن. ربما تعطلت عملية التطبيع السعودية الإسرائيلية قليلا أو تم تجميدها، لكن بشكل عام الموقف عموما الموقف العربي مرتبط بالأساس بكم كثير من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، غير قادر على التصعيد. ربما نشهد تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الفترات القادمة. بعض الشوارع العربية ربما تضغط باتجاه أكثر من ذلك قليلا، لكن أيضا الحكومات العربية قلقة من تحركات الشوارع العربية، لأن تحركات الشوارع العربية ربما تؤدي إلى انفجار أكثر في بعض الدول المتوترة بالأساس. إذن الحكومات العربية أمام ضغط حقيقي، هي من جهة لديها مسألة إيران، من جهة ثانية علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة ثالثة إشكالية الشوارع المتحركة في داخلها.
نعم، ابقى معي لو سمحت دكتور عبد القادر. عبد القادر، كيف تقيم الأداء المتوفر لدى المقاومة الآن؟ هل أصبح أو بات المقاومة، طبعا المقاومة باتت لها التأثير الكبير منذ السابع من بداية هذا الشهر، الآن بحسب ما ترى من سير العمليات العسكرية، كيف تقيم دور المقاومة الآن؟ وهل هي بنفس مستوى القوة عندما في بداية معركة طوفان الأقصى؟ مستوى المقاومة أو مستوى حركة حماس وحلفائها تغير كثيرا في هذه العملية عن العمليات السابقة. يعني يبدو أن هناك مستوى أكثر من التخطيط العسكري، من الإتقان، من اللوجستيات، من الاستخبارات. هذا كان واضح منذ اللحظة الأولى. لكن الآن عادت حماس إلى داخل قطاع غزة، وهو الاستعصاء الذي يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل. لا أعتقد أن حماس يمكن القضاء عليها، هي متمترسة داخل أرضها. محاولة دخول إسرائيل عبر نظرية الأرض المحروقة ستؤدي إلى خسائر كبيرة على إسرائيل وخسائر في الرأي العام الدولي أيضا. لكن أعتقد أنها أيضا بدأت تفقد قليلا من قدرتها على مواجهة إسرائيل، ربما لم تكن تتوقع هذا الكم من الهجوم أو هذا الكم من التأييد العالمي للحكومات العالمية الغربية لإسرائيل. لكن ما تزال حتى الآن أو ما تزال حتى الأيام القادمة قادرة على صد إسرائيل ومنعها من التوغل البري. لكن ربما تلجأ إسرائيل إلى مزيد من العنف، وبالتالي قتل مزيد من المدنيين في داخل غزة. هذا سيؤدي إلى ضغط أكبر على حماس، وهذا يبدو ما تشتغل عليه إسرائيل، الضغط على حماس عن طريق رفع حصيلة المدنيين القتلى. نعم أستاذ عبد القادر، ابقى معي لو سمحت. أستاذ يوسف، بالعودة إليكم أستاذ عبد القادر، نعم، يعني ما الخيارات الآن المتاحة أمام حكومة الحرب الإسرائيلية مع عدم وجود نتائج حقيقية على الأرض بالنسبة لجيش الكيان الصهيوني؟ ما هي الخيارات أمامه؟ يعني يبدو أن الخيار الموجود اليوم حتى الآن هو استمرار القصف الجوي مع استمرار محاولات التوغل البري. رأينا تقريبا أصبح لدينا محاولتين أو ثلاثة وكلها باءت بالفشل. لكن الموضوع بإمكانك أن تشعل حربا متى شئت، لكن لا يمكنك إيقاف حرب متى شئت. يعني التداعيات الإقليمية الآن مرتبطة بغزة. صحيح أن الرسائل التي تأتي من الولايات المتحدة ومن إيران ومن الميليشيات المنتشرة في المنطقة أنه ليس هناك تصعيد باتجاه حرب إقليمية، لكن أي خطأ فردي أو سوء تقدير ربما يقودنا إلى ذلك. إذا إسرائيل الآن ملتزمة بنهج القصف المستمر، حرق الأرض، محاولات التوغل، إلى أن تجد طريقة إما للتوغل وإما لإيقاف الحرب عبر دبلوماسية أقليمية أو دولية. أما الخيارات الأخرى فهي أكثر سوءا، وذلك من خلال تورط جهات أخرى بالحرب أو فتح عدة جبهات مشتركة أو مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة. ويبدو أنه إلى الآن هناك اتفاق على المواجهة بين الولايات المتحدة والميليشيات المنتشرة في المنطقة بنمط منخفض الحدة، أي قصف خفيف الحدة ورد أمريكي خفيف الحدة. لذلك ما تسعى إليه أستاذ عبد القادر، هل ستكون أقرب إلى معركة استنزاف؟ يعني الهجوم البري، كثير من المراقبين العسكريين والمحللين يرون أنه من غير الممكن أن يستمر بسبب طبيعة غزة وبسبب أنفاقها وبسبب الخسائر الكبيرة والفادحة والمتوقعة التي سوف يتكبدها الاحتلال الصهيوني. هو استنزاف للطرفين، يعني هو استنزاف الحالة الإنسانية في غزة. نرى ارتفاع عدد الضحايا يوميا وبالآلاف، لكن في المقابل إسرائيل غير قادرة على استمرار استنزافها الاقتصادي وفي حالة حرب دائمة لأشهر، كما تدعي إسرائيل أنها ستذهب إلى شهرين أو ثلاثة أو حتى لسنوات. هذا غير منطقي، يعني إسرائيل بالأساس غير قادرة على الاستمرار بهذا الحال. إذا أعتقد أننا ربما نبقى عالقين بهذه الصورة لعدة أسابيع قادمة، أسبوعين أو ثلاث أسابيع، إلى أن تتبلور جهود دبلوماسية تؤدي إلى تسوية بين الطرفين. طبعا هذه المرة ستكون تسوية أوسع، ليست حماس وإسرائيل فقط، بل ربما يكون هناك وسطاء آخرون يحاولون الحصول على مكاسب أيضا في المنطقة. نعم، سأعود إليك أستاذ مرة أخرى ونشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر نعنع، الباحث في العلاقات الدولية، ضيفي عبر سكايب.